تمام. طيب أكيد بيحصل من وقت لآخر في بعض التحديثات اللي بتحصل على نظام الهجرة الخاص بكل مقاطعة. تمام. فلو إحنا لسه بنتكلم على ساسكاتشوان، فإيه آخر التحديثات أو التطورات الخاصة بنظام الهجرة؟ آخر حاجة هم عملوها، هم فتحوا سبيشال لاين للناس اللي في الميديكال فيلد. توضح أكتر. الناس الدكاترة، الممرضين، أخصائيين المعامل، أخصائيين الأشعة، فتحوا لهم كاتيجوري خاص بيهم، وعاملين كونكشن ما بين المستشفيات والمؤسسات الميديكال اللي موجودة في ساسكاتشوان والناس المتقدمة، بحيث الامبلويرز يقدروا يشوفوا الريزوميز بتاعت الناس اللي عايزة تيجي ساسكاتشوان ويختاروا منهم ويعملوا لهم كاتيجوري مخصوص للميديكال فيلد في ساسكاتشوان. ده خبر ممتاز جدا. طيب وهل ده بيأثر على يعني سرعة القبول الخاصة بالأطباء والناس اللي شغالة في الميديكال؟ بدل ما كانوا بيستنوا دورهم في وسط بقية البول الكبير، بقى ليهم خط منفصل خاص بيهم. طيب سيد بيتر، عايز أسأل حضرتك، دور المستشار الخاص بالهجرة، مستشار الهجرة المعتمد، في التعامل مع الملفات الخاصة بالتقديم والقبول أيضا. أوكي. دور المستشار بيبتدي من قبل ما بنقدم الملف، انه يعمل لك assessment كويس للكواليفيكيشن بتاعتك والبروفايل بتاعك، علشان ما نبقاش بنقدم في حاجة واحنا فرصتنا فيها مش كبيرة، فنبقى بنضيع وقتك في ان انت بتحاول تفتح باب مش مناسب ليك. فيبقى اول دور للمستشار انه بيحدد لك برنامج الهجرة المناسب للبروفايل بتاعك. دي اول خطوة. تاني خطوة انه زي ما قلنا بيستكمل لك الملف بطريقة متكاملة، بحيث ما يرجعش يطلب منك اوراق تاني ويعطلك ويدخلك جوه لاين جديد من بروسيسنج. هو البروسيسنج بيتم على حسب التقديم. لو افترضنا ان احنا الاتنين مقدمين في يوم واحد، الملف ماشي بفترة زمنية على حسب عدد الملفات، فلو في ورقة ناقصة بيرجعك تخش تاني تبتدي البروسيسنج من جديد، بتاخد دورك عند الأوفيسر في الملفات اللي قصاده. فانت كل ما بيحتاجوا ان يرجعوا لك عشان يطلبوا اوراق جديدة، كل ده ما بيبطأ البروسيسنج بتاع الملف بتاعك. فالمستشار فايدته في الجزئين دول اكبر فايدة. اول حاجة ان هو يحدد ايه البرنامج المناسب للبروفايل بتاعك. تاني حاجة ان لما يجي يقدم لك الملف يقدمه بصورة متكاملة، بحيث ان ما يبقاش في تأخير في البروسيسنج من خلال اوراق ناقصة او معلومات غلط موجودة في الابليكيشن بتاعك. الكوميونيكيشن بينك وبين اللي بيقدم الابليكنت، يعني بتكون يعني عاملة ازاي؟ هل بتكون شبه يومية، شبه اسبوعية؟ يعني لا، عادة في الفترة الاولانية قبل ما نقدم بتبقى مستمرة، ما بتتقطعش لحد ما بنبعت الاكسبريشن اوف انترست ونقول احنا انترست ان احنا نقدم في البروفنس اللي هي ساسكاتشوان في الحالة بتاعتنا. بعد كده الكوميونيكيشن بيحصل بناء على الرد اللي بيجيلنا من البروفنس. يعني اول ما بيجيلنا invitation to apply بيحصل برضو فترة من continuous communication عشان نجهز الملف ونقدمه للبروفنس. اول ما بيجيلنا nomination letter بيحصل communication تاني علشان نقدم في الاكسبريس انتري. ف it's mostly driven by the answers والريبلاي اللي بيجي لنا من الاميجريشن.